مبدئيا بس الاعلام الاعلام موصل ان العدد القافله 3 وتقريبا بيقول في 2 في اسكندريه وواحد هنا. العدد هنا مستحيله خالص اللي بتكلم فيه ده. احنا عندنا كميه مصابين وكل الاصابات اللي عندنا غير اللي بره في ميداني دلوقتي. اللي في ميداني اللي فيه اللي انا اعرفه دلوقتي من زمان اللي في المستشفى الميداني اللي بره اللي عند كنتاكي اللي هم اطباء كنتاكي في 3 ماتوا باختناق. 3 ماتوا باختناق وواحد كسر في العضله. اللي انا شفته دلوقتي اللي انا رحت بنفسي دلوقتي مع حاله من الحالات كان في طلق ناري. رحت من القصر العيني رحت القصر العيني الفرنساوي في 5 حالات ماتوا. 5 حالات ده اكيد في القصر العيني. لا القصر العيني القصر العيني العادي مش الفرنساوي القصر العيني العادي. غير ان في حالات بتطلع الاي سي يو العيادات المركزه فممكن في احتمال ان هم يموتوا. بالنسبه للقصر العيني الفرنساوي في 5 حالات ماتوا برصاص حي. 5 حالات برصاص حي يا اما في القلب يا اما بيكون في الرقبه يا اما بيكون في الراس. الحالات اللي انا شفتها كلها في القصر العيني وقصر العيني الفرنساوي هم كلهم رصاص حي رصاص حي رصاص حي. يعني مفيش 5 هنا و5 هنا 10 ده اللي انا عديته. وفي حالتين احنا يعني حاولنا نعمل معاهم بحاجات طارئه ولسه الحاله مركزه. اللي انا بتكلم فيه ده بتكلم في مستشفياتين بس. يعني يا ريت يا ريت لو في حد موجود او الدكاتره مننا وفي ناس في جزء كتير من الصور ممكن نتكلم دلوقتي وكل واحد يطلع من المستشفى يقول العدد الموجود كام. انا اعتقد ان العدد عدى ال 20 وال 30 وال 40. فيا ريت ماتوا يعني الحالات اللي احنا جينا منها طلعناها كتير قوي ميتها. لكن الاعلام وصل دلوقتي الاعلام وصل دلوقتي ان مفيش رصاص حي مفيش اي حاجه. ادخل صور ممكن تدخل هنا في الاستقبال هنا او في الاستقبال هناك تلاقي ان احنا عندنا رصاص حي بس. يا ريت توصل الاعلام لان الاعلام دلوقتي موصل ان في 3 بس اللي ماتوا. يا ريت توصل الاعلام ده. الاعلام ده كله كدب في كدب كدب في كدب. الناس اللي مطلعه دلوقتي بيقول لك عشان الائتلافات وعشان وعشان مفيش حد. والناس انا جاي الناس كلمني في الشارع بيقولوا ان احنا الناس احنا اللي بندخل جوه عند الداخليه بنولع في الداخليه. احنا ما بنولعش في الداخليه. احنا مجرد ان الناس جت فضت الاعتصام فدخلوا علينا فاحنا بندافع عن نفسنا فموتنا. دلوقتي واضح ان الشظايا مفيش اصابات عندنا مش شظايا مفيش اصابات عندنا باي مطاطي. الاصابات كلها رصاص حي فقط. اللي عايز يستشهد دلوقتي ده وقته. اللي بيموت دلوقتي الامهات. يعني في اخ الواحد من الناس اصلا فرنساوي طلع يعني بيقول رساله. قول للناس تاخد حق. قول للناس اللي في التحرير تاخد حق. اللي قاعد في بيته بيتفرج وبيقول احنا بلطجيه واحنا صيح حرام عليكم حرام عليكم. انزلوا شوفوا الناس بيحصل ايه. اللي بيحصل قلعه من الاول. البيان اللي نزل دلوقتي في مجلس الوزراء بيدي تصريح لوزاره الداخليه اقتلوا اللي انتوا عايزينه. يا رب حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي قاعده في بيتها وبتسمع الرسول. لا اله الا الله وربنا ربنا يرحم كل الناس دي. السلام عليكم.